من مختلف السن، شباب وناس كبار، عقال جامعيين وما راهمش مترشحين تاع الشارع. نحن كحزب ولا هذا الرجال وهذا النساء كمترشحين نلتزم امامكم ببرنامج. هذا البرنامج مبني على اربع محاور. المحور الاول هو الوحده والامن والاستقرار تاع البلاد. المحور الثاني هو تحسين تسيير شؤون البلاد. والمحور الثالث يتعلق باعمار الجزائر. والمحور الرابع والاخير يتعلق بتطوير السياسه الاجتماعيه تاع الجزائر. اذا هذا اللي بدنا نقول الدعم المتاحه باش ناكلوا خبزنا في دارنا، الدعم الصناعه والاستثمار باش اولادنا يخدموا، وكذلك نقلص من الاستيراد باش الجزائريين ياكلوا خبز دارنا.